السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول المتوسط في ثانوية دار السلام. وصلنا معا إلى الجزء الأخير من الفصل السابع، وسنتعرف في هذا الفصل على المقارنة بين الاحتمالات. لنتذكر سوية المصطلحات الآتي: التجربة. ما هي التجربة؟ هي نشاط يتوصل به إلى مجموعة من النتائج. الحدث هو نتيجة التجارب التي نحصل عليها، وله عدة أنواع: الحدث المؤكد واحتمال، وهو حدث سيقع حتما بالتأكيد. الحدث المستحيل، وهو حدث لا توجد أي فرصة لوقوعه. الحدث الممكن وتوجد فرصة لوقوعه، فإذا كانت زادت كمية الحدث ممكن قوي، وإذا قلت فيكون ممكن ضعيف. لنشرح المفاهيم الآتية بالتفصيل. لنرى المثال الآتي: تضم الشعبة ألف من طلاب الصف السابع 15 طالب، 15 طالب ذكر، وتضم الشعبة ب من طلاب الصف السابع 25 طالبة أنثى. إذن الطلاب في الفئة في الشعبة ألف هم ذكور فقط، أما الطلاب في الشعبة ب هم إناث فقط. عدد الإناث 25 في الشعبة ب، وعدد الذكور في الشعبة ألف 15. طيب، احتمال اختيار ولد من الشعبة ألف. ما هو احتمال اختيار؟ أولا التجربة لاختيار، هي نسميها نشاط. الاحتمال الذي نحصل عليه هو نتيجة التجربة، هو يمثل حدث. طيب، احتمال اختيار ولد من الشعبة ألف. الشعبة ألف فقط تضم ذكور، طب في شيء من الطبيعي انه يطلع لنا الشخص اللي بدنا نختاره ذكر. اذا هذا الاحتمال هو احتمال مؤكد، لان جميع طلاب الشعب الف هم من الذكور. طيب، احتمال اختيار بنت من الشعب الف. الشعب الف فقط ذكور، والحدث الذي يطلبه اختيار بنت. طيب، هل من الممكن اختيار بنت من شعب جميع طلاب ذكور؟ أكيد لا، فهذا احتمال أو حدث مستحيل، لأن جميع طلاب الشعب ذكور ولا تحوي إناث. طيب، احتمال اختيار بنت من طلاب السابع. يعني الصف السابع عندنا مقسومين من مجموعتين، مجموعة ذكور ومجموعة إناث. طيب، لم يحدد، فبإمكانه أنه اختار بنت من طلاب السابع، ممكن، فهو حدث ممكن. طيب، هل هو ممكن ضعيف أم ممكن قوي؟ بما أن شعبة الإناث عددها أكثر من شعبة الذكور، الإناث 25 والذكور 15، ففرصة أن تكون البنت اللي راح نختارها بنت، الطالب اللي راح نختاره بنت، ستكون أكبر، لأن عدد البنات أكثر من عدد الذكور، فهو احتمال أو حدث ممكن وممكن قوي. لنرى المثال الآتي: صندوق يحوي 3 مكعبات و3 كرات و5 مخاريط، أيهما أكبر؟ احتمال سحب كرة أم سحب مخروط؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أيهما أكبر؟ احتمال سحب كرة أم سحب مكعب؟ طيب، بالنسبة للسؤال الأول، إن عدد الكرات 3 وعدد المخاريط 5، فإن باعتبار أن عدد المخاريط أكبر من عدد الكرات، فإن احتمال أن يكون
الشكل المسحوب هو مخروط لأن عدد المخاريط أكبر من عدد الكرات، فاحتمال أن يكون مخروط أكبر من احتمال أن يكون كرة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. طيب، أيهما أكبر، احتمال سحب كرة أم سحب مكعب؟ إن عدد المكعبات 3 وعدد الكرات أيضا 3. تساوى عدد المكعبات مع عدد الكرات، فإن احتمال سحب مكعب سيساوي احتمال سحب الكرة، فإن احتمال سحب كرة أو مكعب هما احتمالان متساويان لأن عدد المكعبات يساوي عدد الكرات. ملاحظة: يمكن استعمال النسبة المئوية في كتابة الاحتمال. الحدث المستحيل احتمال وقوعه 0%، الحدث المؤكد سيكون 100%، الحدث الممكن الضعيف أقل من 50%، والحدث الممكن القوي أكبر أو يساوي 50%. لنرى المثال الآتي: كيس يحتوي على 10 كرات حمراء وعشرة صفراء، ما احتمال سحب كرة حمراء؟ إن عدد الكرات الحمراء يساوي عدد الكرات الصفراء. لو مثلناها بشكل نسبة مئوية، فإن 50% من الكرات هي حمراء و 50% من الكرات صفراء. تساوى حدث سحب كرة حمراء مع حدث لو سحبنا كرة صفراء، إذن سيتساوى احتمال سحب الكرة الحمراء مع سحب الكرة الصفراء، وسيكون احتمال سحب الكرة الحمراء مساوياً 50%. لنرى المثال الآتي: دور المؤشر في القرص المجاور واكتب الاحتمالات الآتية. بداية لنقرأ القرص جيدا. القرص هو عبارة عن دائرة، الدائرة مقسمة إلى 6 أقسام، 3 من هذه الأقسام ملونة باللون الأحمر، والثلاثة المتبقية أصفر وأخضر وأزرق، يعني نصف الأقسام الموجودة في الدائرة هي للون الأحمر، والنصف المتبقي موزع بين الأصفر والأخضر والأزرق. الأسئلة: اكتب احتمال، ما هو الاحتمال أن يقف المؤشر على اللون الأحمر؟ أن يقف المؤشر على اللون الأخضر، وأن يقف المؤشر على اللون الأسود. بداية، اللون الأحمر يأخذ 3 أقسام من أصل 6، فهو يأخذ نصف الأقسام، أي أن احتمال وقوع حدث أو أن يقف المؤشر على اللون الأحمر هو 50%، فهو ممكن وقوي. أن يقف المؤشر على اللون الأخضر، اللون الأخضر هو قسم من أصل 6 أقسام موجودة، يعني أقل من نصف الألوان الموجودة هي لون الأخضر. إذن احتمال حدث أن يقف المؤشر على اللون الأخضر هو أقل من 50%، فهو ممكن وضعيف لأنه أقل من 50%. أن يقف المؤشر على اللون الأسود، لا يوجد لون أسود في القرص، القرص لا يحوي لون أسود، لذلك فإنه من الاستحالة أن يقف المؤشر على اللون الأسود، فهو حدث مستحيل
ونسبة الاحتمال هو 0%. لنرى المثال الآتي، اكتب احتمال كل حدث مؤكد أو مستحيل أو ممكن قوي أو ممكن ضعيف. بداية نتذكر النسب المئوية، المؤكد هو 100%، مستحيل 0%، ممكن قوي 50% أو أكثر، ممكن ضعيف أقل من 50%. رمينا حجر نرد، هذا هو حجر النرد. حجر النرد مكون من 6 وجوه، كل وجه عليه دوائر، الدوائر سنمثلها بالأرقام من 1 إلى 6، أي أن كل وجه يحمل رقم من هذه الأرقام، 1 يعني نقطة واحدة، دائرتين، 2 نقطتين، 3 3 نقاط إلى آخره. اكتب احتمال كل حدث من الأحداث الآتية، احتمال ظهور وجه يحمل عدد زوجي، احتمال ظهور وجه يحمل عدد 6، واحتمال ظهور وجه يحمل عدد أقل من 7، واحتمال ظهور وجه يحمل رقم 10. بداية، احتمال ظهور وجه يحمل رقم زوجي، ما هو الرقم الزوجي؟ هو رقم مضاعفات الاثنين، عدد الزوجي هو العدد المضاعفات الاثنين. ما هي الأرقام الزوجية الموجودة في حجر النرد؟ 2 4 6. طيب، نصف الأرقام الموجودة في حجر النرد هي أرقام زوجية، يعني 50% من الأرقام هي أرقام زوجية. إذن احتمال ظهور وجه يحمل عدد زوجي هو 50%، أي أنه ممكن وقوي. احتمال ظهور وجه يحمل عدد 6. طيب، العدد 6 هو حدث من أصل 6 أحداث ممكن أن تحصل. طيب، معناها هو أقل من 50%، فهو حدث ممكن ولكن ضعيف. احتمال ظهور وجه يحمل عدد أقل من 7. طيب، الأعداد الموجودة على حجر النرد جميعها أقل من 7، فشيء من المؤكد أن يكون الحجر أي وجه من الوجوه اللي رح تطلع معنا أقل من 7 أكيد، فهو حدث مؤكد ونسبة احتماله 100%. احتمال ظهور وجه يحمل الرقم 10، الرقم 10 غير موجود على وجوه حجر النرد، إذن فهو حدث مستحيل واحتماله 0%. اكتب احتمال كل حدث كما في المثال السابق، يعني مؤكد أو ضعيف أو قوي أو مستحيل. سحب خالد بطاقة من البطاقات الآتية بشكل عشوائي، هذه هي البطاقات، عبارة عن 8 بطاقات مكتوب عليها الأحرف الآتية A, D, A, G, A, A, B, J. طيب، الحرف B، الحرف A، الحرف G أو J أو الحرف H. طيب، الحرف B، بطاقة وحيدة تحمل الحرف B من أصل 8 بطاقات، يعني أي أقل من 50، الاحتمال هو أقل من 50%، فهو حدث ممكن ولكن ضعيف لأنه أقل من 50%. طيب، الحرف A، الحرف A لدينا 1 2 3 4، 4 بطاقات تحمل الحرف A من أصل 8 بطاقات
موجودة، يعني نصف البطاقات تحمل الحرف A، يعني 50% من عدد البطاقات هي التي تحمل حرف A، أي أنه ممكن وقوي لأنه يساوي 50% الحرف J. الحرف J بطاقتان من أصل 8 بطاقات، يعني أقل نسبة عدد البطاقات التي تحمل الحرف J هي أقل من 50%، أي أن الاحتمال سيكون أقل من 50%، فهو ممكن ولكن ضعيف لأنه أقل من 50%. الحرف H، الحرف H غير موجود في البطاقات، إذن احتمال ظهور الحرف H هو مستحيل وهو 0%. نكون في نهاية درس اليوم تعرفنا على أنواع الاحتمالات. واجب التلاميذ لدرس اليوم هو تمارين صفحة 88. أرجو أن أكون وفقت بما قدمت لكم، وشكرا لكم أبنائي وبناتي.